هي انت قلت مش مقبول. الكره ما فيهاش كان اداء الجوارات فزاد اداء الحكام. ان شاء الله كما نقولوا احنا المره الجايه نعملوا خير من اللي عملناه المره هذه، ولكن ما نجموش زاد نغضوا طرف على كونه معناتها كانت فما قرارات اثرت على نتيجه المباراه، وفي المستويات هذه معناتها من الادوار المتقدمه ساعات يعني لقطة ليك ولا عليك تجم تبدل نتيجة مباراة، ولكن هذا ما يمنعش اللي احنا زادة معناتها كنا نجم نعملوا أداء أفضل، معناتها تون نقوموا بالمراجعات اللي لازم نقوموا بها، وإن شاء الله كان فما حاجة نصلحه. صدقني اللي تقول فيه الكل معناتها عملناه وقلناه قبل المباراة، ضغطنا كما انتم معناتها تقولوا حقنا ضغطنا، صدقوني معناتها اللي عملنا اللي لازمنا نقوموا به الكل. مالوروزمون معناتها في افريقيا مش اول مره تصير معناتها هالاخطاء هذه مع المنتخب التونسي تحديدا، اذا كان نرجعوا للكان اللي فاتت ونرجعوا للكان اللي قبلها، معناتها توا تروفو دو سويت ليكيب ناسيونال معناتها سوفي اليميني بغلطات تحكيميه معناتها مؤثره نقولوا احنا، ما خرجناش معناتها في ماتش السنغال او ماتش غينيا الاستوائيه معناتها قبل في اللي كان اللي فاتوا بمردود هزيل، معناتها خرجنا باخطاء تحكيميه. نفس الشيء اليوم حتى لو كان معناتها فما ملاعبي مش في فورما، فما زوز ملاعبيه مش في فورما، ولكن المنافس ما كانش معناتها كاللي دومينون معانا، ما كانش معناتها اقوى منا باش نقولوا معناتها هو سيطر على المباراه. كانت مباراه معناتها نتاع ربع نهائي تظاهره قاريه مهمه معناتها في العالم، كيما كاس اوروبا، كيما كاس افريقيا، كيما كاس امريكا الجنوبيه، معناتها هذوما معناتها تظاهرات مش من المعقول انه تصير فيهم معناتها اخطاء تحكيميه معناتها بالحجم هذا. ما نحبش نقول كونه معناتها اليوم احنا اونيتي معناتها بارفي، ولكن زاده ما نجمناش نقولوا كونه اخطاء في كره القدم معناتها نتاع هدف ليك ولا عليك ولا نتاع ضربه جزاء ما همش مؤثرين في ادوار متقدمه مثل هذه. كفارقه نفهموا اللي كونه راهو ما نجموش نواصلوا مباريات في ادوار متقدمه مثل هذه يصير فيها تاثير على نتيجه المباراه بسبب اخطاء تحكيميه بالحجم هذا. شوف نعاود نقول لك احنا رانا نصلحوا في رواحنا، واحنا رانا نحاولوا ديما نحسنوا من رواحنا، واحنا ديما نحاولوا معناتها نقدموا افضل ما فينا وافضل ما عنا، ولكن زاده في كره القدم بكل هدوء ما نجموش زادة نقبلوا باش حقك يتسلب منك ومن بعد انت معناتها تقول شبيني ما تعديتش ولا شبيني ما ربحتش ولا شبيني معناتها غيرنا اللي يتنافس معانا على نفس البطولة ياخذ ساعات زوز ضربات جزاء في نفس المباراة، ساعات يكون متأخر معناتها في المباراة نتاعو كيما المغرب مثلا ويرجع في المباراة، احنا كنا متأخرين في المباراة نتاعنا، كانت عندنا الفرصة باش نرجعوا، وحتى التأخر نتاعنا في المباراة كان على هدف الناس الكل أقرت اللي هو معناتها غير شرعي، هذوما راهو حاجات مؤثرة في العالم كرة القدم اليوم العصري والحديث، كي تشوف بطولة أوروبا وتشوف معناتها المستويات المتقدمة معناتها في الشامبيونز ليج ولا حاجة، راهو معناتها الفار اليوم ولا يعيط للاربيتر ويناحي معناتها بونتو معناتها بي جي ولا مانشستر ولا مانشستر سيتي ولا برشلونة. ساعات مباراة هذيا في كارد فينال تاع تشامبيونز ليغ ولا حاجة تتلعب على كرة ما تستفيد لاتاكون قبل ما يماركيها، تتنحى يتنحى البونتو، والبونتو احنا كانت نحالنا قبل ما ندخلوا للميتون، وراهي معناتها بتتر فايقتنا على المردود اللي ما كانش باهي نتاعنا في الشوط الأول، ورانا دخلنا معناتها ماكلين معناتها كيما نقولوا احنا الكف نتاع البونتو من غير ما خلصنا معناتها الصومة نتاعو اللي كان معناتها غالي علينا احنا باش نرجعوا في نتيجة المباراة. دونك احنا معناتها مانيش نقول لك اللي كونه لازمك تكون معناتها في كرة القدم كل يوم بارفي، نجموا جمعيات الكبار ما يكونوش معناتها في نهار من نهارات بارفي، سورتو انه احنا مازلنا قاعدين مباراة كبيرة كونتر نيجيريا. المرة هذية معناتها حتى كي ما كناش في فورمة كانت عندنا معناتها الإمكانية باش
هما نقعدوا حيين في المباراة. الاربيتر ما خلاناش نقعدوا حيين في المباراة. ونعاود نقول لك مرة أخرى رانا ماناش نرميو في العبء والتعليات الكل على الاربيتر. احنا معناتها نزيد نعرفوا اللي كونوا فما نقاط لازم نحسنوها في رواحنا. والله تو الواحد مسلك يهبط من الطيارة معناتها تعرفوا أنتم سيسور معناتها التعب اللي تعدينا به واحنا ماناش معناتها لهنا باش نتشكاو ولا باش نقولوا معناتها اللي صار علينا. بالعكس احنا نخدموا نبذلوا معناتها في المجهود اللي نبذلوا فيه وهذاك ما هو ما عندوش معناتها حتى مزيه. وبالعكس احنا تمنينا كان المجهودات هذه ترجمت بنتيجه فوق الميدان افضل. صحيح تو مازلنا كيف خلطنا كان فما حاجه سيسور معناتها يقع معناتها الاعلام بها معناتها بال معناتها الوسائل الرسميه معناتها الجامعه التونسيه لكره القدم. واحنا معناتها شفتوا ذولي العلاقه معناتها بين الجامعه والصحافه معناتها علاقه معناتها مرينه وسلسه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التواصل وفي خاصه معناتها الكوب دافريك الاخرانيه. احنا نحبوا نبنيوا على المستقبل معناتها على العلاقه هذه نزيدوا معناتها نمتنوها اكثر ونزيدوا معناتها هاكم شفتوا معناتها اليوم راهو كيف منتخب بلادنا يمشي يلعب معناتها في تظاهره كما الكوب دافريك راهو معناتها كل واحد يضرب على ضربه ويكذب عليك. التونسي باش يضرب على ضربه التونسي واللي من بلاد اخرى باش يضرب على ضربه. احنا كل ما معناتها نحبوا نقدموا نحاولوا معناتها تكون الصحافه التونسيه معناتها من شيرتنا ومعانا واحنا معناتها موجودين ديما باش نتعاملوا معاه بصفه معناتها بروفيسيونيل وبصفه معناتها تكون باهيه في ايصال اي معلومه كانت تخص معناتها الجمهور التونسي. والله حاجه باهيه نجمو كان نقولوا معناتها اللي كانوا ايجابيه. ان شاء الله ديما معناتها العلاقات معناتها الرسميه تكون معناتها ديما في مستوى معناتها التظاهرات ومستوى معناتها الطموحات الشعب التونسي معناتها في المستوى الرياضي. ولما لا معناتها تكون العلاقات ديما معناتها مبنيه على الشيء الايجابي. واحنا نقولوا ان شاء الله هذه خطوه باش المره الجايه تكون معناتها التواصل والدعم معناتها من طرف الوزاره يكون اقوى واسرع وان شاء الله زاد احنا كمنتخب تونسي معناتها بالنسبه لنا في الشيء اللي يعنينا معناتها نكونوا في مستوى التطلعات ومستوى انتظارات معناتها كامل الشعب التونسي.